كنت زمان لما اسمع من حد قال عليا حاجة من حد تاني اروح لامي الله يرحمها، حبيبتي، اقول لها يا ماما فلانة قالت عليا كذا وفلانة جت قالت لي، تقول لي بقول لك ايه، ما شتمك الا اللي بلغك. اقول لها يعني ايه يا ماما، ايه ما شتمك اللي بلغك؟ دي كتر خيرها جاية تقول لي كتر خيرها، دي الله يهديها ويصلح حالها. واحدة زعلانة مني اتحطيتوا في مشكلة مع بعض وفضفضت بكلمتين، قالت كلمتين انتي مزعلاها غضبتيها خليتيها تغضب ومش قصدك ولا قصدك، وقالت كلمتين، ما تتبحبح براحتها، ما تقول العيب على اللي جاية تنقلك الكلام. هي قصدها ايه؟ عايزة تشعل الدنيا؟ عايزة تقوم الدنيا في بعضها؟ خليها تقومها في بعضها يا بنتي، ما تسمعيش كلامك لحد، واللي هيجي تقولك دي هتروح تقول لفلانة وفلانة وفعلانة، يعني اللي هتيجي تبلغك ان فلانة قالت عليكي كذا فلانة دي ما تتأمنش. وطبعا القاعدة دي ممكن ما تكونش بتمشي على كل الناس، بس هي 90% بتمشي على ناس معينة، يعني 90% ماشي شغالة. فاللي عايزة اوصلهولك ان المفروض اللي بتيجي تبلغك حاجة دي المفروض ما تبلغكيش، هي المفروض تعمل ايه؟ هي مشتركة ما بيننا، سواء اللي قدامي قالت عني كلمة او انا قلت عن التانية دي كلمة، والمشتركة ما بيننا دي واجب عليها انها تهدي النفوس ما بيننا، وما تجيش تقول للطرف التاني اللي اتقال من الطرف الاول والعكس. دي لو واحدة عايزة تصلح، او واحدة عايزة الناس دي ترجع تكلم بعض تاني. لكن لما تيجي تشعللها وتخلي النار تشعل الاكتر، دي بقى الله اعلم ايه اللي جواها. فمش كل حد يجي يقول لك حاجه تزعل، واجه، خليك انسان شجاع وقوي وواجه الناس اللي قدامك. تعالي انت جيتي قلتي لي كذا، عندك استعداد قدام فلانه دي تقولي انها قالت لك كذا؟ لا مش عارفه ايه بتاع، اقول لها ايه؟ اللي يقول ما يخافش واللي يخاف ما يقولش، بس كده، علشان نمنع الحاجة دي تفضل تحصل. ما احنا لما ناخد الكلام وقولي لي وقالت لك ايه تاني وعملت ايه وسوت ايه ونهببت ايه، خلاص هي هتتعود على كده وهتعمل كده معاكي برضو. فلازم يبقى انتي تتعاملي مع الشخصية دي برضو بحرص، تمام. لكن في حاجة تانية، لما يكون في حد مؤذي جداً وعايز يأذيني وحصل ما بيننا مشكلة وحد خايف عليا وعايز ينبهني، الموضوع يختلف. لكن لو احنا التلاتة صحاب واحنا التلاتة حبايب ومفيش حد جواه أذية لحد، ما تسمعيش للطرف اللي جاي ينقل ما بينكو، دي عايزة كل واحدة فيكو لنفسها. لكن لو في أذية أو أي شر جاي لك من طرف حد وحد جاي حذرك، اهو ده اللي ما تزعليش منه وتاخدي بكلامه ونصيحته وتخلي بالك على نفسك. ويا رب اكون افدتكوا بكلامي البسيط.